اشتقت لك كتير. أنا كمان مشتاق لك. اسوأ الحلاوة اللي فات فيها. لا حلاوة ولا شيء. مريم وينها؟ مريم نايمة من زمان. مغلوب. أنا اليوم حبكت اليوم؟ شو أعمل؟ أنا اللي شو بدي أعمل؟ جوعان؟ جوعان؟ رح أجهز لك العشاء. شو هالحصة؟ نتحق مع بعض. معروف؟ أنت ليه بتعمل فيي هيك؟ مبارح العصريات حكينا على أساس رايح بيت أخوك. طيب يا أخي بدك تروح لعندها بس دق لي خبرني طمن لي قلبي. طيب حبيبي إذا الآن لهالدرجة اسألي أنت. أنت بتعرف أنه أنا مستحيل دق لهنيك. هلأ المهم شو صار معك مشان المساء؟ بدك تعزمها؟ لمين؟ يعني لمين؟ لنور بدك تعزمها على عيد ميلاد ابنك؟ طمني ما عزمتها. مريم رح تجي مع أميرة. حقك علي بس مو بإيدي. عن جد مو معقول. يعني صرنا 5 سنين حليت تتعودي. تعود؟ على فكرة أنت مستحيل تفهم غير إذا شو؟ إذا ولا شيء. يلا روح أنت كمل شغلك ومنحكي الظهريات مشان نتفق مشان باقي ترتيبات عيد الميلاد. الله معك. هم أنا جاي هلأ أخذك على عيد ميلاد راميس. والله يا ابني بدك تعفيني من الروحة. شلون بدي أعفيك؟ معقولة ما تحضر عيد ميلاد راميس؟ يعني على أساس أنا بعرفه لراميس وراميس بيعرفني. شلون لا بتعرفه ولا بيعرفك؟ لك ابني ابنك اليوم بيكمل 3 سنين. بتعرف كم مرة جاي لهون على البيت لعندي؟ يمكن شي 4 مرات. هلأ بهاي معك حق بس صدقني مو مقصودة. أنت بتعرف الحساسية اللي صايرة. حساسية شو لك أخي؟ حساسية شو؟ يعني افترض هند جاية تزور بيت عمها والتقيت بنور، شو هالجريمة العظيمة؟ ليك أنا بعرف قديش هند حساسة وطيبة بس لا تزعل مني، تصرفاتها تجاهنا مانا مبلوعة بالمرة. أميرة شو صاير ليك؟ بدل ما تهدي الأمور؟ أنت هدي أبي هدي. وأنت بنتي الله يرضى عليك لا تحكي بالنيابة عندي، أنا بحكي على حالي. حاضر بابا. أبي أنا ما عندي حساسية لا تجاه هند ولا غير هند. بس لما بدك تجي تتزاك علي وتفهمني أن الأمور تمام بدي أتدايق. أبي الأمور مو تمام. الله يرضى عليك خذ أختك وروح احتفلوا وانبسطوا وتسلوا. وإن شاء الله راميس كل عام هو بخير دائما يا رب ويرضى بدلالك وتفرح فيه. أنا بعت له هديته مع أميرة. تيسر وبيتيسر. الله معكم. هر ورقها العمر ورقة ورا ورقة واللي انكتب بالبحر عم نسرقه سرقة يا مبارح اللي